يسعد صباحكم عن جديد. وصلنا معكم للفقرة الطبية اللي رح نحكي فيها جودي اليوم عن موضوع مهم جدا ويمكن يكون له آثار سلبية، الهرمونات اللي بيتناولوها الرياضيين لزيادة حجم العضلات وقوتها وقدرتها على التحمل بدون ما يحسوا انه هالشي اذا زاد عن حده او كان بدون اشراف طبي او بدون تحليل دوري للهرمونات والخمائر بالكبد ممكن يسبب مخاطر هن بغنى عنا. صحيح ورد، وفعلا هذا الموضوع كثير خطير وخاصة الأشخاص يلي بياخذوا هذا النوع من الهرمونات مثل ما كنت عم تحكي من دون متابعة طبيب مختص. لهيك نحن اليوم بهي الفقرة رح نتعرف على هي الهرمونات، أمتى فينا ناخذها بطريقة مفيدة وكيف ممكن تأثر على صحتنا بطريقة سلبية. كل هاي التفاصيل رح خبرنا عنها دكتور زياد زوده الاستشاري بأمراض غدد الصم والسكري. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. عم نحكي عن موضوع حساس وما فينا نتجاهل انه صار منتشر وبكثرة بالنوادي الرياضية، ومثل ما قلنا صار فيه هيك عدة اشخاص ليروجوا لهالموضوع ان كان برقابة او بدون رقابة. نحن بغض النظر عن الموضوع القانوني لتناول هالمنشطات والهرمونات رح نتناول موضوع طبيا، كيف بتضر الجسم؟ نحن ورد الافراز الفيزيولوجي للهرمونات ضروري لبناء العضلات مع ممارسة الرياضة، وبرا كل محترف في تحاليل دورية بتكشف إذا في عم ناخذ نحن عم نتعاطى من مصدر خارجي، ومن زمان هالقصة. معناتها نحن إذا كان في عنا توازن هرموني طبيعي فيزيولوجي بالجسم مع ممارسة الرياضة بشكل يومي رح تنبنى عضلاتنا. هلا نحن قد ما قلنا نكون كثير واقعيين، قد ما قلنا ما تاخذوا ما تاخذوا بدهم ياخذوا. فأنا اخترت هالفقرة لحتى نقول نحن لا مشاهدينا كيف ناخذها بطريقة ما تأذي. تماما، هي شغلة كثير مهمة، لأنه بيجي لعنا عياداتنا يوميا يوميا شباب صار عندهم مشاكل كثير كبيرة وغير عكوسة، للأسف ما عاد فينا نصلح شيء يعني. مشان هيك نحن بدنا إنه إذا بدهم ياخذوا يشوفوا طبيب وعلى ضوءه ياخذوا الشيء المناسب وإجراءات المناسبة. تمام لهالموضوع. طيب معناتها دكتور يمكن في بعض التحاليل او الفحوصات يلي بيعملها الطبيب المختص لحتى يشخص حاله هذا الشخص الرياضي، شو الهرمونات يلي هو بحاجتها وكيف ممكن اعوضها بطريقه امنه، شو هي اهم هي التحاليل والفحوصات يلي بنعملها؟ هلا بدي اقوله جودي، هلا التحاليل هي وظائف الكبد وظائف الكليه، بس بدنا نتحرك كمان عن عمل الغده الدرقيه، نعمل تحليل للسائل المنوي عند الشباب لحتى نتاكد انه قبل ما يبدو، لانه اذا كان في عندنا ضعف سابق لتناول الهرمونات رح ينعكس بشكل سلبي. نعمل تحاليل الهرمونات تطلع من الغده النخاميه، مثل ما بنعرف نحن الغده النخاميه هي مثل الشيف للاوركسترا لكل الغدد. معناتها في علاقه كثير بين اكثر الهرمونات هي البانيه للعضلات، هي هرمونات الجنسيه اللي بتطلع من الخصيتين، بتطلع من الغده اللي فوق الكليه اسمها الغده الكظريه. عندنا ستيرويدات احنا بنسميها انابوليك وستيرويدات اندروجينيك. بانيه للعضلات وستيرويدات جنسيه. اوكي. هي بدنا نتحرى عنها. نتحرى عن الغده المسيطره مثل ما قلنا شيفلر اوركسترا. نتحرى عن هرمون الانسولين، اكثر هرمون هو باني كمان للعضلات، هو هرمون الانسولين يلي موجود عندنا بشكل فيزيولوجي. اوقات الرياضيين بياخذوه بيصير عندهم هبوط سكر، اوقات هبوط سكر خطير وصدمه بيؤدي اوقات للوفاه ورد. عندنا عده حالات شباب توفوا من اخذ جرعات من الانسولين السريع، صار عندهم هبوط سكر كثير قوي. فيها ان كان بسوريا او ان كان بالوطن العربي يعني. نعم. المشكله دكتور هي عم يصير موضوع وهم وموضوع مبالغ فيه ومرض نفسي ببعض الاحيان. هو اللي بيصير ورد لك، نحن الرياضيين بياخذوا جرعات معينه محدده لتحسين الاداء والوظيفه والفاعليه. هلا بعد فتره من الزمن بيتعود الجسم، بيصيروا هن بيزيدوا الجرعه. وبالتالي ندخل نحن بعد فتره بحاله من الادمان. والإدمان كثير يمكن من المستحيل نقدر نتخلص منه. مشان هيك كثير مهم نحن نعرف شو بدنا ناخذ وإمتى بدنا ناخذ وشو الكمية اللي بدنا ناخذها. طيب هلا رح نحكي هرمون هرمون، كل الرياضيين اللي عم يتابعونا اليوم مهتمين بالفقرة، والبعض منهم عم يأكد الموضوع جودي، والبعض بنقول لا 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 مو صح، لا لا صحيح مو صحيح، مشان أشياء تانية. على كل حال الهرمونات الجنسية أهم التستوستيرون بالنسبة للشباب لحتى يزيدوا الضخ بالعضلة ويزيدوا الحجم العضلي،
التستوستيرون إذا أخذناه من مصدر خارجي إن كان إبر وإن كان حبوب هرمونية، كيف بيشتغل بالجسم؟ كيف لازم يتاخد؟ وكيف آلية تنظيف الجسم منه؟ هلا هو اللي بصير ورد إنه التستوستيرون وقت ناخده رح يثبت الـ LH يلي هو الهرمون اللي بيطلع من الغدة النخامية. مشان هيك إذا بدنا ناخده بدنا ناخده بجرعة محددة، وما ناخده لوحده، ناخده مع الهرمون اللي بينفرز، لأنه بس يطلع هرمون تستوستيرون بالدم رح الغدة النخامية تقول إنه أنا في تستوستيرون بالجسم كافي، تلقيم راجع بالضبط، بتوقف إفرازها. مشان هيك إذا بدنا ناخده بدنا ناخده مع الـ LH، بس كمان بجرعات معينة بده يحددها الطبيب. ما فينا نقول عبر هالفقرة قديش الجرعة وإيمتى لازم تتاخد، حسب كل شخص طبعا، حسب الوزن، حسب مثل ما قلنا بدنا نعمل سابقا نحن تحاليل الـ LH والـ FSH والتستوستيرون الداخلي والسائل المنوي، وعلى ضوءها بدنا نعطيه احنا بنحدد الكمية. طب دكتور، حضرتك ذكرت انه ممكن بعد فترة معينة من اخذ الهرمونات نوصل لمرحلة من الادمان، في حال وصل الشخص الرياضي لهي المرحلة كيف ممكن فعلا ننظف جسمه من الهرمونات ويرجع للهرمونات الطبيعية، ولا هم بيكون في صار عندنا ريسك او خلل بمنطقة معينة المفروض انه احنا نعالجها؟ حسب الفترة الزمنية اللي عم ياخذها الرياضي وحسب الكمية اللي عم ياخذها، يعني كمان هي بتختلف من حالة لحالة، بس نحن كمان يعني بدنا نوقف اخذ الهرمونات وبدنا نشوف، لانه اوقات مو بس الهرمونات، في اوقات عم ياخذوا كافيين، كافيين اللي بيزيد الطاقه، طاقه صح طبعا، عم ياخذوا اوقات انفيتامين اللي بيثبط الشهيه، عم ياخذوا ادويه مثل الايتروبويتين اللي هي بتتاخذ وقت ينزل الخضاب الدم عند العالم بحالات مرضيه معينه، بحالات مشكله بالكليه، مشان تزيد اكسجه الدم طبعاً. وبالتالي توصل للعضلات كمية أكسجين أكثر وزيد قدرتنا. بس كمان المشكلة وقت تأخذ نحن أريتروبويتين، نحن ما أنا بحاجة إله، مع أنه هو هرمون هام جدا جدا، إذا كنا بحاجة إله، إذا كنا ما بحاجة إله عم ناخده بجرعات رح يعمل جلطات يزيد عدد الكريات الحمر اللي هي طبيعية، وبالتالي يعمل جلطات بالرئة، جلطات بالقلب، في سكتات قلبية ورئوية عم تصير من وبيستغربوا انه من شو يا ترى، يعني عم ناخذ بس موضوع معين، ليكو زميلي بالنادي مثلا او الكوتش الفلاني نصحني فيه ما صار له شيء. نرجع بناكد على كلام الدكتور، كل حاله هي متفرده ومستقله بحد ذاتها. هرمون النمو هرمون مهم جدا جدا، GH وبنعطيه نحن، بنعطيه، وفي لغط كثير عند العالم وقت مثلا اطفال ما عم يطولوا، بيقول دكتور انه انا ما عم بيطول ابني وما عم تطول بنتي، وبخاف انه اذا اخذت هرمون النمو يصير في عقم. هرمون النمو ما بيساوي عقم على الإطلاق، بيقولوا إنه أنظف هرمون هو الـ GH تماماً ورد، بس على شرط إنه كمان يتاخد تحت إشراف طبي، إنه كمان إذا أخذنا نحنا الهرمونات الجنسية عند المراهقين يلي ما التحمت المشاشات، وفي كتير بينعطى دواء اسمه ديكادورابولين، الدكا بينعطى لشباب إنه لسه مشان يطولوا، بس هن بهالطريقة عم يطولوا من كيسهم وعم يتسرع بلوغهم، مشان هيك ما بصير نعطي بالعكس، إذا نعطى هرمون النمو عند المراهقين يلي هن بدهم يطولوا تحت اشراف طبي رح يستفادوا ويطولوا وما رح يصير عندهم عقم، بس بصير عقم عند الرياضيين اللي بياخذوا كميات كثير كبيره بيحكموا بالعضله مباشره، بيحكموا بـ 16 وحده دوليه بفرط دفع فرط طبعا طاقة. كل اللي جودي مهتمين بهالموضوع عم يعرفوا تماما شو عم يحكي الدكتور، بيجي الـ GH اقلام بالوان مختلفه، الاحمر الاورانج كذا، بيتبرد بينحفظ بطريقه معينه، ولكن للاسف لا عم ينحفظ صح وعم يتخذ بطريقه اعتباطيه مثل ما تفضلت حضرتك دكتور زياد. نحن ما بدنا كل هالمشاكل، انا شخص لنفترض رياضي بدي فوت على بطوله، بدي ضخم، بعدين بدي نشف، بعدين بدي اسحب سوائل، بعدين هالامور كلها تمام، ورد دارسه دكتور بالتفاصيل كامله. كيف انا بدي اضمن انه ما انأذى من بعد هالسايكل، هي دوره الهرمون بجسمي؟ ورد، لان احنا عملنا التحاليل السابقه للبدء بالاخذ الهرمونات وكانت تحاليلنا كلها طبيعيه، فينا نبدا نعطي. انا ما راح اعطي حتى ما يقولوا كمان اعطي درس هلا على الهواء انه يقولوا الدكتور قال هيك والدكتور قال تمام. نحن في عنا هرمونات ممكن تتاخذ بشكل اكثر من الفيزيولوجي بشوي وتحت اشراف طبي وبالتدريج بدون تاثيرات جانبيه، خلينا نقول بين قوسين اذا كانت تحت اشراف طبي، ومهمه كلمه بالتدريج تماما، كلمه بالتدريج تماما، ويكون سابقه قبل تحاليل تاكد انه نحن عندنا سلامه. اذا احنا في عندنا عدد الحيوانات المنويه ضعيفه واخذنا التستوستيرون رح تتثبط، وانا يوميا بيجي عندي عياده يوميا اكيد شباب عندهم عقم كامل، عندهم تثدي بروز الثدي، بروز الصدر بشكل
حب شباب ما كان عندهم، صار يظهر حب الشباب بشكل أشعار بمناطق مختلفة تماما، تساقط شعر الرأس، ضمور بالخصيتين، كلها هي صارت لأنه أوقات ناخذ كمان ديكا دورابرين عند مراهقين ما عاد يطولوا، يعني كل هاي المشاكل ثبت الطول عندهم، يعني كل هاي المشاكل نحن بغنى عنا عم نلعب رياضة نحن لحتى نحسن جسمنا وفعلا نقوي عضلاتنا، مو لحتى نضر حالنا. في عنا حالات معينة نحن نضطر لحتى ناخذ هذا النوع من الهرمونات، ولكن لازم تكون تحت إشراف طبيب مختص. بالختام نتشكر كثير دكتور زياد على وجودك معنا، على كل المعلومات المهمة اللي قدمت لنا إياها، شكرا كثير، يسعد صباحك. شكرا لكم ويسعد صباحكم. شكرا كثير يا دكتور.